كمان علشان ما ينفعش ان احنا نبخس حقهم بعد يعني كل هذا التعاون مع المواطن المصري، والتعاون قبل كل شيء، لان هم عندهم عقيدة كما عقيدة القوات المسلحة خدمة البلد. احنا يعني احنا بتوع مصر، ومصر بتاعتنا ملناش غيرها. فكمان يا فندم هم عملوا الكشف على المرضى غير القادرين بمستشفيات الشرطة، وأيضا كان في إطار القضاء على قوائم الانتظار اللي يعني شدد عليها في كذا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. فهم صحيح. فتحوا أبواب مستشفيات الشرطة للقضاء أيضا على قوائم الانتظار، ودي إذا كان برضو لفتة يعني إنسانية. لفتة إنسانية، بس هي مش غريبة، لأن إذا كان الناس ضحوا بأغلى ما يملكونه هي أرواح أبنائهم اللي أولادهم استشهدوا عشاننا، فمن الطبيعي القيام بهذا الدور الجميل إن هم يساهموا بتوجيه في تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على قوائم الانتظار. وبالفعل تم القضاء على جزء كبير من قوائم الانتظار، الحمد بيكمل لله. الباقي. يعني نتمنى ان نوصل لليوم اللي نلاقي فيه قوائم الانتظار زيرو. يعني حضرتك مثلا لما كنت تروحي مثلا مركز معهد القلب من 10 سنين تجد مواطن في حاجه ماسه الى عمليه قلب مفتوح وداخل تعبان جدا، يقول له قوي عينيا، والحقيقه والدي تجي لي بعد سنه ونص اعمل لك العمليه. طب هل هو حالته تحتمل السنه ونص ولا او يوم، تحت او تحت مش ولا ما يوم؟ مش تحتملش عارف يوم واحد. يعني انا بقصد لو كانوا المواطنين انتظروا هذه الفتره، يا ترى بعد سنه ونص هيكون لسه هيكون في كام واحد منهم صحيح. كذا يعني. فانا بقول ان دور الشرطه ده الدور الطبيعي ليهم، والناس بالفعل منحازين للوطن ومنحازين منحازين للوطن والمواطنين، وكل يوم بنشوف فكره جديده، وهم جميعا يؤدون عملهم بكل قطاعات وافرع جهاز الشرطة، وإحنا معاهم في خندق واحد، ومع قواتنا المسلحة في خندق واحد، ومع رئيسنا، وكلنا صحيح. أسرة واحدة ويد واحدة، وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي طول ما إحنا كده يعني إيد واحدة مش هنضرب منهم عن أي حاجة. وفعلا وحدتنا صحيح. وتضامننا هي السياج اللي بيحمينا في المقام الأول من كل المؤامرات التي تحال ضدنا. والله يا استاذ علي، اذا يعني تعليق اخير على كلام سيادتك، انا دلوقتي وانا بتكلم في النقطه دي افتكرنا، ويمكن مشاهدي نهاية الأسبوع تابعوا معانا كذا لقاء لطبعا المجهودات اللي بيقوم بيها أفراد الشرطة وأبنائنا من القوات المسلحة وإخواتنا وأهلنا. حضر في ذهني دلوقتي كذا لقاء مع أمهات شهداء الشرطة اللي استضفناهم هنا في استوديو نهاية الأسبوع، قد إيه هم محتسبين، قد إيه حسينا فعلا زي ما حضرتك قلت بإن إحنا قليلين قوي. قدمت ضناها ولسه بتقول انا عندي ولاد تانيين وهقدمهم برضه. فانا ما اقدرش ان انا اغفل او انسى كلام هذه السيده اللي اثر فينا جدا. كانت بتقول الناس اللي بتكره البلد او يعني انا بستغرب على الناس اللي بتكره مصر او بتتربص بمصر او بتحاول ان هي توقع ما بين افراد الشعب او طوائف الشعب او ايا كان، واحنا يعني حاجه واحده طول الوقت، وحتى الناس اللي عندها افكار مختلفه برضو وقت الشده بنبقى حاجه واحده. كانت فعلا متالمه جدا من ده، يعني انا قدمت ابني وابني مقدم دمه هو واخواته واصحابه وناس كتيره جدا. ازاي يا جماعه حافظوا ارجوكم على ده، حافظوا بالشغل، حافظوا بالعمل، حافظوا بان انتوا يعني تقدروا على مواجهه الاقل الشائعات، اللي حصل التصدي وتواجهوا للمتآمرين الشائعات على مصر. ففعلا واحنا بنتكلم على النقطه دي حاضر في ذهني كذا ام قلبها وجعها، وكذا اب ظهره اتكسر لما ابنه راح دفاعا عن الوطن، راح بكرامه وبرجوله، وهي قالت كده يعني كذا ام من الامهات قالت انا ابني مات راجل. فيعني دي نماذج احنا لازم نتعلم عظيمة منها جدا. وانا بقول وزير التربيه والتعليم اكتب لنا هذه النماذج، اكتب لنا هذه النماذج، القدوه لان دول قدوه لينا، شهدائنا العظام قدوه لينا، كل التحيه والاحترام كل والتقدير ليهم طبعا يا فندم. يكفي والد شهيد وقف قال انا عندي ولد واحد استشهد، انا زعلان اللي كان يبقى عندي 10 يستشهدوا من اجل مصر. مش هتكلم بقى عن امهات الشهداء قالوا ايه، دي عايزه بقى 10 حلقات. العقيده دي والكلام ده مش هتلاقوه غير هنا، مش هتلاقوه غير في مصر، القوه والمصابره دي مش هتلاقوها غير في مصر. فالف تحيه طبعا لابنائنا واخواتنا واهلنا من وزاره الداخليه وايضا من القوات المسلحه، ومهما قلنا مش هنقدر نوفيهم حقهم. قد ايه حافظوا علينا وحافظوا على كرامتنا وشرفنا وعرضنا عشان نبقى قاعدين دلوقتي قدام حضراتكم بهذا الشكل. قبل ما نختم هذا اللقاء اللي يعني سعدت بيه